الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد أحمد عبد الحكم. لكن الآداب دي ما مسحتني، آداب مسحتني. طب في رد عملي، ولد شاب سماني خريج الجامعة الإسلامية، خريج الجامعة الإسلامية ومشتغل بأمر الصوفية. الرد العمل الحصل إنه تألم نسوان وفات منتظرات يجينا دخلة يزورنه، جابوه مارق ما بيتنفس، لا يطلع لا ينزل النفس، لا يطلع لا ينزل. وده واقفات على أساس إنه إدعاليا، وهو جابوه نفس لا يطلع لا ينزل. هو شيخ العمر التماش، نزل الشيء في راسك ده هناك وتعال مع الله عديل. سبحان الله، سنة 90 بالذات أنا كنت مدير في مدرسة، شيخ من المشايخ من المشهورين عندنا من منطقة بتاعت الجزيرة دي، جاءه سكري بتر رجله، دفنت في لندن. لما جاء واقفين عشان يزوروا، هو برجل واحدة، رجل واحدة خش يزوروا. والله الذي لا إله إلا هو، أنا جاء رجل المدرسة يسأل التلاميذ، ولما اللفة مكتبين التالي جاني، شفته مالك؟ قال لي والله أنا محتاج. ليه؟ قال لي والله الحاصل كده ماشي علينا العيد. وإنت وين؟ قال لي أنا في المنطقة بتاعت المحيري بعد ديك، وعندي ثلاثة نعاج وأربع شوالات عيش، والمرة ماتت وعندها أيتام وصغار وأمه ميتة، والمرة دي قالت لي أمشي أشحد لينا. طيب تعال خش جوا المكتب. قلت لي أنت شيخك منو؟ قال لي والله شيخ ود بدر. بيصلي؟ قال لي لا. بتغتسل؟ قال لي لا. عمرك كم؟ قال لي ما بين 80 و79 سنة. وكل عندنا ما بتعرفين؟ قال لي والله ما بعرفين. الله. ود بدر جاء؟ قال لي لا. رسل لك شيخ؟ قال لي لا. أها جاب لك عالم؟ قال لي لا. وصل لغاية عمرك ده؟ انت الكلام ده كل ما تعرفه؟ وعندك اولاد كبار وبنات؟ بتعرف الغسل؟ قال لي ما بعرف. قلت له انا بديك شيء احسن من الغسل. هسه ادوك كم؟ الطلبه قال لي والله ادوني 80 جنيه. قلت له انا بديك احسن من الغسل. انا والله بديك شيء احسن من الغسل. انا بديك شيء احسن من الغسل. مسألة العقيدة دي انت بتموت وبعدين لازم القيامة لما يبعثوا بتقفكم الصف واحد، وتبدل يكون واقف جنبك، واقف جنبك، لكن ما عنده كلام معاه. كيف أنا الكلام؟ قلت له والله، قلت له لا كلهم بيقفوا عرايا هذا وتبدل بيقف. قلت له حتى أنا الحديث قال كذي. نط واحد هناك قريب وقال لي بيدوا بمبص. قال لي كان زعلان بيلبسوا لك بمبص. قلت له والله قالوا صف واحد. ده كلام بتاع الحديث النبوية يا زول. من دربك ده يا أخي أمشي عليك. الله شوف عقيدتك وين وربك وين، واهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. والله أصلا مرمغ اللي بيعمل فينا شيخ مزمل ووكري ولدي ده، والله مرمغونا، والله أنا دخلوني الأمن جوا مرمغة مرمغة، ودوني مدرسة البنات ما بخلوني أقري لي ولد. والله اتخوزك وخازو، والله البنات كلين انقلبن انقلبن انقلبن، ما جايبين خبرهم، ما جايبين اي خبر، والله ما جايبين اي خبر. والبيتي طبعا في الدعوة بتكون محيطة اكثر. والله نحمد الله ونشكر الدعوة مشت. ابو بكر ذا المعلمات لما نيجي نسلم عليه تقول له سريع صغيروني. انا في مدرسة البنات وفي مدرسة البنين قام واحد معلم قال لهم ارفعوا، وصغير بيجي عين رفعوا اربعة. قال لي تقول يا الشيخ فرح وحتى الشيخ فرح. قال لا بقول. قول ما تقول، انا بجي افطر معاه لان هناك المعلمات. اول ما جيت دلو مسك سنه رابعه بصحيف الرياضيات، قال لي الولد المساله دي جواب دي انت نقلته؟ قال لي ما نقلته. نقلته؟ قول وحتى الشيخ فرح. قال لي وحتى الشيخ فرح. الثاني الثالث الرابع. قال لي دلو والله نحن وتلاميذنا ما نافعين. ابو بكر مش خلاص. قال لي قال لا ما شاء الله احنا والتلاميذ ما نافعين. فالمساله والله حار العقيده شديد.
والله لكن احنا جاتنا متاخره سووا كنا محظوظين قاموا يلقوها مننا لكن احنا جاتنا متاخره والله وانصار السنه اشتغلنا فيه لما فترنا وجمعيه وكتاب السنه اشتغلنا لما فترنا واسسنا مسجدين في الحله ها الله يكون على السنه والله العظيم احنا والله والله انا في بلد الرماش بلد سنجا سلوا لي السكاكين والله والله واحد كان بيجيب بيني بين تعرف حاجه اسمها يونس محمود يونس محمود سياسي كبير كان ماسك روما هو في اللجنه الاربعينيه بس بعد الله سبحانه وتعالى الرجل وقف معي والله والله العظيم الانصار يصلوا اخر جمعه في رمضان بعد صلاه العصر بقول الرقعه انا بقدر انضم دي الرقعه صلاه الرقعه مسائل والله وضع 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 والرجل ده لما نقوم اتكلم يجيب بيني بين المايك قالوا عنده سكين بمبروقه في رجل اسمه ابراهيم الدوكو ده بيجيب بيني بينه قلت له ليه؟ قال لي بكتلك فالدعوه دي مساله صعبه جدا والحمد لله ربنا يعني انقذ بالولادات ديل والشباب ديل وربنا يوفقه نسيت واقفين معاهم شديد والله احنا ما كنا لاقيين ناس واقفين كذا ما لاقيين ناس واقفين كذا والله ما لقيناهم مرمغنا لما رحنا مرقت ويقولوا لي براسبك براسبك مدرسه جات العاشره والمدارس عشره جو مين قال لي هذه المدرسه جات الاولى قلت له ليه؟ قال لي عشان المدرسه دي جات الطيش وتتجد عشان تجيب الاولى مش جبتها الاولى الثاني نقلوني الدور الجايه برضه عشان اجيبها شنو؟ عشان اجيبها شنو؟ والله لما تجي الدوره الرياضيه الثقافيه يوقف المسرح برا البنات ما محرضات لا واحده ترقص ولا واحده تغني ولا واحده تمدح وانا جوا مكتبي انا ما بجي مارق انا ما بجي مارق ولا مدير التعليم ما يجي يقول لي امرك بس اي كلمه المدير بجي طالع اجي الله يكلمك تروح المدير وخذ جوا مكتبي ما بيجي مارق في وكيل بتاعي ده بيجي معاه ونجيب معاه وكده نحمد الله ونشكره الان ظهرت الدعوه عندنا في منطقه الكاملين الجماعه دي بالذات نحمد الله ونشكره ولذلك يعني اخواننا الزملاء لما يجون هناك كتبت لهم اهداف البوابه في النص قلت لهم الباب ده حقي انا محمد الحكم مكتوب عليه هذه لكن ابو بكر يا جابكم اهداف يا جابتكم فان شاء الله ربنا يوفقكم والله انا مبسوط جدا بس انا جيت متالم شويه الحمد لله بقيت كويس لكن اي والله لكن الحمد لله شاهدناكم وجيت مره واحده صليت معاكم هنا والله عاجبني قعدتكم دو ايمانكم دو والله عاجبني شديد والله ولدي متوكل علي الله اصول بقى عليه يقول ما زاد من بس ربنا يوفقه ويجزاكم الله خير